ثم قال جل ذكره: زين للناس حب الشهوات من النساء. من الذي زينها؟ إذ البناء هنا على من لم يسمى فاعله. فقال بعض أهل العلم: زينها الشيطان، زين الشيطان الأشياء المذكورة للناس، واستدل بدليل، ألا وهو قوله تعالى: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، وبقول الشيطان: لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. وهذا الرأي الذي حاصله أن الذي زين هو الشيطان تقلده الحسن البصري رحمه الله تعالى، بينما ذهب فريق من العلماء وهم الجمهور إلى أن الذي زين هذه الأشياء هو الله سبحانه، ذلك لأن الله قال: وكذلك زينا لكل أمة عملهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق، لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر ورجع وقال: والله يا ربي لا يسمع بها أحد إلا عمل لها، فحفها بالمكاره وقال: اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر قال: والله يا رب لا يسمع بها أحد إلا فر منها. ولما خلق الله النار قال لجبريل: اذهب فانظر إليها، فلما ذهب ونظر إليها قال: والله يا رب لا يسمع بها أحد إلا فر منها. الرواية الأولى: إلا خشيت أن لا يدخلها أحد أو نحوها. فلما حفها بالشهوات قال: اذهب فانظر إليها، فذهب ونظر وقال: والله يا رب لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها. فهذه حجج الجمهور القائلين بأن الذي زين هو الله سبحانه. والجمع ممكن بأن يقال أن الله سبحانه هو الذي قدر ذلك، والشيطان إنما هو سبب فقط كغيرها من المسائل. ففي مسائل الوفاة الله يتوفى الأنفس حين موتها، وقال: توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وقال: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فملك الموت يأمر أتباعه أن يقبضوا الأرواح، وملك الموت هو في نفسه مأمور يأتمر بأمر الله سبحانه، فلا تعارض إذن. ولهذا نظائر كثيرة جدا في التفسير، أبيها يجمع بين الأمور التي قد تبدو متخالفة، والله أعلم.